ألف مليون سلام عليكي. مالك؟ إيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنة كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف، بندق. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلاً أهلاً أهلاً. إزيك؟ أهلاً مدام بطل. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الأوضة، ها أصلها غلبانة بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام إيفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. معرفش ولا شفت رشيتها. بندق ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول أحفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس أنا زعلانة منه. زعلانة منه ليه بس يا حاج؟ حاجة؟ حاجة إيه يا جربوعة أنتي؟ مين دي؟ دي جربوعة تبقى عفيدة ميكي بيه. قطيعة ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي دي مدام ايفون زميلتي هنا في الأوضة. مش عايزة. لا غلبة. لا بقولك ايه، لا هتاخدي يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي 2 المرة دي. يا جماعة دي بتقتلها الحب. كفاية. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ بناتي أنا وشيرين، وأنا جيبه من عشان يزوروكي. اسمعي بقى، احنا جايين عشان نسألك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع ايه؟ العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو؟ ما انا قلت العم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، احنا عاوزين نعرف منك انت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف ايه؟ حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا العقد فين. وانتي مالك انتي ومال العقد؟ يا حراميه يا بيئه يا جربوعه، انتي مالك يا بوليس يا نيابه؟ اصبري بس يا حاجه بطه، ما فيهاش حاجه يا جربوع زي بناتك. انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا برا. انا بندق يا حياتي عليك. ازيك؟ بندق كويس جدا الحمد لله، واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اديكي عقد انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟ طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه، ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي دي مدام ايه؟ حبيبتي افتحي بقك يلا ايفون ما تغلبينيش. بقولك ايه، الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تقفر، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافيش، احنا بدلنا الدواء بايمان دام. ايفون يلا، دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا روحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انتي قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذة يا هوانم، الشنط بس عايزين نفتشها. اوكي. لا 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 مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي ايه ده؟ جايبة سندوتشات؟ سندوتشات بس اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا، واي نوت. ما يلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس يا قنبله، خلي بالك في السوسته. بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. ماشي انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد، وهو عشان كله زرع ورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟
لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده. اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت، كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت، ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده ماشي، حط ال خد منديل اهو. ايه 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 وكالة من غير بواب؟ في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول. ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ فضل حاجه كده او كده، معادن لانشون او اي حاجه. ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي، استنى لما افتشك. اهو يا بيه معاك ممنوعات، انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار يا بيه. لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. ده انت لمت قوي، اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا لمت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب تدخل اللمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بصي السقف تحفه ازاي. واو بص بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف، احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده؟ لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضة الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده؟ لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوشو، بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكة دي بني أدمة يعني كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبة القايمة مع أمها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والأركوبال بتاع الملكة. إيه ده؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات؟ أكروبات؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات، كانت بتشعلق على الترابيز، عارف الترابيز؟ البنج. بنج إيه؟ الكسبان على الترابيز. انتوا بتقولوا إيه؟ انتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. إيه ده؟ هو إحنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جالي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده، هيلقطوها. جايز العقد ده حلو بس. بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي، ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي؟ مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبوظ. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. تخافش يا عم مش اصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. بس يا سيف بس. بصوا انتوا دلوقتي تطلعوا بره اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكوا. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانيه فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه فاهمه. اوكي انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك.
استر عليا يا هاني. ابدا هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الست اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. انت عاشقها يا كلب كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد مش قادر اسرق. خلاص نروح على الواد بالراحة. هو ده اللي انا حبيته. كفاية انه هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي watch and learn. يا نهار اسود الامن جاي هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. personne ne me touche. je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. je ne connais même pas cet imbécile. vous pouvez le prendre si vous voulez. il sait tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزيه عشان لابسه برنيطه؟ انا كمان مش مصري لكن اخاب مصر كتير. وخيات الحسين اسمعوني انا كوستا اليوناني. رين تليليلين تلين انا كوستا اسمعوني انا عايز الكونسول بتاعي. انا كوستا اليوناني. هرسن جدع يا بنتي يا نيل. ده انت طلعتي بنت ما جابتكيش ولاده. انا مش فاهمه انت بتقولي ايه بس اجاز بتشكري فيا. انا ذكيه جدا عامه. ثانك يو. مش وقت تثبيت في بعض يا اخوانا. المهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع العقد؟ يا ده انا مش قلت لك بلاش الفحم اللوكشه ده. نتورلي سماسي. حاضر يا معلمه. والله ما انا عارفه هناخد العقد ازاي. ده المتحف عليه حراسه طول النهار. خلاص نخش بالليل. يا تصدق فاتتني دي فكره ذكيه برضو. صح واحنا داخلين بقى نقول لهم ايه يا اهبل؟ داخلين نقيل عندكم ساعتين؟ حتى لو عرفنا ندخل بكميه السكيورتي اللي موجودين دول واتقفشنا جوه هنتحبس. وش انت عبيط؟ خليك انت بس في ميه السلطه اللي بتشربيها دي. ده ديتوكس يا متخلف. ايه ده خمره؟ جرى يا شوشه بتسكر كده واحنا قاعدين؟ بس يا جاهل ده ديتوكس. قوم افتح الباب. ايه الديتوكس ده؟ منظف يعني ولا ايه؟ بقولك ايه؟ هو الديتوكس ده اكيد مش خمره؟ بلاش جهل بقى. اوكي سوري. كفاره عم سيف. تعالى بنضرب ديتوكس. تعالى. هاي سيف. انا تعبت خلاص. انا عمري في حياتي ما دخلت اسم. عرفتكم بقالي اسبوعين بس دخلت الاسم مرتين. اتضرب واتهان واخد بالجزمه والظابط ما مشانيش غير ما قعدت اعيط وقال لي روح يا هبل كده. لا وكله كوم اللي عملتيه في المتحف كوم. عملت ده ليه ده؟ لو جيمي بيغو كنتي وخدت بعدك ومشيتي وسبتيني؟ ايه يا سيف كنت عايزني اتحبس معاك يعني؟ بص يا نيلي انا معاكي في اي حاجه بس ما تكونش فيها خطر على حياتي ولا على سمعتي. خلاص سوري. ولا اخش اسم شرطه. قلت لك سوري. ولا اشوف ضباط. ممكن تقعد بقى لو سمحت عشان ورانا حاجات كتير نعملها. طب ما بدل ما تخشوا تسرقوا العقد من المتحف ادوا العيش لخبازه. ندي العيش لخبازه ازاي يا خالتي؟ قصدها يعني ان احنا نجيب عيش ونوزعه للسكيورتي ونحط لهم فيه مناوم فيناموا احنا نعرف ندخل. انا قصدي مش كل من رس الثواني قال على نفسه حلواني. بدل ما ندي لهم عيش نحط لهم ديزرت حلويات يعني مش فارقه كتير. انا قصدي تشوفوا لكم واحد حرامي يسرق لكم المتحف. حرامي ويسرق المتحف؟ انا مش مشترك معاكم في المؤامره القذره ديت. ما تهدى بقى يا عم سيف خلينا نعرف نفكر. اقعد ارتاح.
كملي يا معلمة. هنجيب حرامي في الأصل كان خباز وحلواني. أنا هنزل الفرن الأفرنجي أجيب لكم الحرامي ده. أفرنجي إيه يا أخطل؟ الحلواني ده يبقى جوز أمك الله يرحمه. كتك ست النيلة. أنا عايزي تنزلوا دلوقتي على قهوة الحرامية تستلقطولكوا واحد حرام يكون كويس كده، وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانة دي كلها. انت تعرفي حد هناك يا خالتي؟ ده نعرف نقيب الحرامية حبيبي. خد خد يا متنيل. أيوه. طلع نمرته من على الموبايل، هتلاقيه متسجل منعم الحرام. منعم الحرام مسجلها كده؟ ايوه. ماشي حاضر. محمود الاردن، مصطفى شروكي سودا. ما بلاش بقى كده هتفتش الاسرار. ماشي. مين مصطفى شروكي سودا؟ اتنيل. شوف نمرته. حاضر حاضر. منعم الحرامي. ايه اتفضل يا معلمه. الو، ازيك يا واد يا منعم وازاي امك؟ اتقفشت؟ طب والبت دوحة ايه؟ اتقفشت برضو؟ ده الشبكة كلها وقعت بقى. امال ايه؟ الاداب شدت جامد اليومين دول. خالتك دي جامدة بس. اي نو. امال بقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب. ايه ده؟ انا كمان وانا صغيرة لما كنت بلعب هايد اند سيك كنت بستخبى في الدولاب. بطلي جهل بقى. الدولاب ده زي الديتوكس كده. ازاي؟ استغفر الله. انا هبعت لك ناس حبايبي عايزاك كده تستلقط لهم حرام. هو انت مكانك فين دلوقتي؟ ايه؟ لا لا، طب استنى هديك واحد توصف له الطريق عشان هو اللي هيسوق. خد. ايه عايزه ايه؟ خد رد على الراجل يخرب بيتك. ده حرامي. انا اكلم حرامي؟ خالته صباح. هتخليني اكلم حرامي انا يعني؟ يا واد يسمعك. يا واد يسمعني. هو دكتور مو حرامي هو عارف. خد يا واد هنسهوك انت. ايوه فندم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ فين المكان بقى يا فندم؟ في الحكوره عزبه العرانيس. ده فين دي بقى؟ في مدينه الشمامين. خليه يعمل لك شير لوكيشن على واتساب. شير لوكيشن ايه؟ بيقول لك عزبه العرانيس. اقول له شير لوكيشن؟ ايوه انا هسال. انا ايوه هسال واجي. حاضر متشكر. اجي لك عند البطزايه نفسها في عزبه العرانيس. حاضر يا فندم. طيب ماشي. هنيجي امتى؟ بكره. بكره معلم. ماشي يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. زق قوي انت. مع السلامه. باي باي. سلام. انا مش هشترك في المؤامره القذره ديت. يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا. هتيجي معانا يعني؟ لا. هاني. ايه المكان ده؟ ما تقلقش احنا ماشيين صح. انزل بس في المزلقان ده. هنزل فين بقى؟ الحق يا هاني. ايه في واحد معاه بلطه؟ بلطه ايه؟ هو ماشي في الغابه. غابه ايه؟ بقول لك بلطه مش بطه. ايوه يا عم سمعتها. دي اسمها سنجه. سنجه ايه السنجه دي؟ السنجه دي آلة موسيقيه بيقعد يعزف عليها. يعزف ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجه يا شوشه، دي القعده صغرت قوي. ده دب دوبي دوبي. الحقوا في طفل صغير مش لابس بنطلون اقسم بالله اهو. ايه ده؟ فين ده؟ ايه ده؟ ده مش صغير، ده كبير. لا لا مش هبص. تجيبنا فين يا هاني؟ بس مش ما تخافش. المكان ده يا نهار اسود. اقف اقف هتدوسه. مش عارف عايز ايه. متقلقش، دول اهل المنطقه لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يامنوا كده اهوت. مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتامنوا؟ هاني انا من مصر الجديده. مصر الجديده بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم. اقف انا بقى في ميدان روكسي امن الشعب. خلاص خلاص انا هتصرف احل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل انت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي. انزل. انا خايف. ما تخافش انزل. انت نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني. بيقولوا انت ايه يابا؟ انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين؟ هاني الدبدوب. وترى بقى دبدوب بحجرة ولا زنبلك؟ على الطلاق حلوة.
يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابان ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صل على النبي. اه، وروح بقى اسال كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير ياه. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا ياه. والله ايه ده، معلش عشان انا مش من المنطقه دي. يعني حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ اه. هو اه ولا لا انت يا عم؟ بقول لك اه. معلش انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام على الطلاق. حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. ماشي، حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانيه واحده معلش. شو ايه دبدوبي؟ المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويه يا عسلويه. عسلويه؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويه. اه خش، يلا خش جوه. طب انا جوه العربويه. جايين للمعلم منعم، لو سمحت يعني انده لنا على المعلم. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني. بيقولوا انت ايه يابا، انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه، ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين؟ هاني الدبدوب. وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الطلاق. حلوه. يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابان ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صل على النبي. اه، وروح بقى اسال كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير ياه. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا ياه. والله ايه ده، معلش عشان انا مش من المنطقه دي. يعني حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ اه. هو اه ولا لا انت يا عم؟ بقول لك اه. معلش انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام على الطلاق. حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. ماشي، حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانيه واحده معلش. شو ايه دبدوبي؟ المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويه يا عسلويه. عسلويه؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويه. خش يلا خش جوه. طب انا جوه العربويه. جايين للمعلم منعم، لو سمحت يعني انده لنا على المعلم منعم. جدا خدني معاك يا هاني، انا هركب. مسروقه مسروقه. يا شويه هفيات، ما عرفتش اربي بقى حته بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي، هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا شويه هفيات، ما عرفتش اربي بقى حته بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي، هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير
فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي انت يا وليا، يا ام فتحي اطلعي يا اختي الدلدلي وردي عليا بدل ما بزع كرامتك في الحاره كلها. مين؟ ست صباح؟ يا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، فين الجاموسه اللي شبه البقره بنتي؟ وايه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو انتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسه اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مدي ايديا في كرشها اطلعها من زورها واقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. امال على العموم هي مش هنا، خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خشي تنيلي، خشي جوه. عربيتي يا ربي. انزلي من العربيه يا حراميه. انزلي يا بت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عماله ادور عليكم؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرقينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتقولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجه يا بنت حراميه؟ حاجه حاجه ايه؟ انت هتستعبطي رحمك؟ ما تطلعي الحاجه بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمه. فاكراه الا سيد عظمه. استني يلا خلاصي. اولا انت جامده جدا، ميرسي. عملتي ايه بقى مع سيد عظمه؟ لا لما تكبري بقى هبقى اقول لك. ابعدي ورا. خد يا ست الحاجه بتاعتكم. ايه؟ كامله. خد شوف الحاجه دي، لا تكون ناقصه حاجه عشان اخلص عليه. ناقصه؟ مفيش حاجه تنقص معايا. فين الحلقه بتاعي؟ حلقه ايه؟ الحلقه الدايموند اللي انت لابساه. اطلعي يا بنت من الحلقه. يوه خد يا ست، كنت اروح بقى فنت كلنا حرميه في الخير. مسك. هات يا اختي. خد يا حبيبتي. تمام كده؟ ثانك يو. هي خلاص كل تمام. وايه اللي تممه يا رحمي؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسال؟ ده انت بتحلمي يا ست صباح. عليا الطلاق بالثلاثه، ما كنت اعرف ان هم تبعك. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخه الازهر، انتوا جايبيني من قهوه الحراميه. طب يا اختي ما ترتيش كتير في الكلام، اديك عرفش ما تبقيش تعمليها تاني، دول تبعي. ماشي حاضر، بس والنعمه ما انت باشه وانت زعلان، لازم اصب عليك. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. ايه يا بنت خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله نجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلت لكم والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده هفكشتوه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحي لي؟ يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. اه معاك حق، وما تقلقوش منها، انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله. مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع وخلي امك تحضر الفطار. وقولي لها ما تنساش البيت. عينيا الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجعي العربيه بتاعتي يا خالته صباح. يا روح خالتك صباح، مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي. طب لما تعرف بقى قول لي. سلام بقى حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي ارجل من خالي. يعني هم راحوا قهوه الحرميه عشان يسرقوا العقد؟ مظبوط سعادتك. اه طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي.
الله عليك يا ابو المفهومية، يا ابو دماغ تتقل بالدهب، يا ريس ابو الدهب. عجبت سعادتك؟ حلوة. اقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتقل بالدهب، يا ريس ابو الدهب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها قلت لك حلو، هنقعد طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجة تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر، حاضر سعادتك. بس هو كان في حاجة كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعة ما العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على الأقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، أنت طلبت حاجة وأنا قلت لك لا؟ لا. عمري أحش عنك حاجة؟ لا. طب لما هو لا لا، أمال إيه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ أه صحيح. بص عليك، لحظة واحدة. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك. بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. ملحق بقى اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي. ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح لك زخانه تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك حمول. حاضر. انت مفيش بقلبك رايح بقى. لا لا حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مش كده. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتيني وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تستبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجه مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعه انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس اهي جت اهي. بس هي مالها عامله في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانه رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البريه. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البريه. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي ايه؟ شايفه الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عامله لنا؟ اه ضربالنا راسك بميه اكسجين وعامله لنا على فرانكا. اخرسي بدل بجد وحياه ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحته بهدلون طول ما انا ماشي يجروا الشعبطه يجروا الشعبطه. طب وما فرملتيش فجاه ليه؟ يقع على طول. ما جاتش ببالي بقى. معلش. الحمد لله على السلامه يا ست فتحي. الله يسلمك يا ست فتحي. يا جماعه الجمله دي مش راكبه معايا، مفيش حاجه اسمها الست فتحي. ايوه صح. ايه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ انت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل يمشي، لكن انا اسمي الحقيقي جايده. طب والنبي وانت جايده هاتي لي معاكي ولع. ممكن تديني شفته؟ اه اتفضل. سيف ايه؟ اكيد اسم جايده عليكي اغرب بكتير بالنسبه لي من فتحي، فاحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي. يا جماعة ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان أنا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده أنا بفكر أتجوز وأقعد هنا. بقولك يا ست فتحي. نعم. أخبار القانون الجديد هنا إيه؟ لا والله جت لي متأخر، آخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا أنا. دلوقتي هنعمل إيه في موضوع العقد اللي إحنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاكي يا أبلة. بص يا أساتذة، أهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، إحنا بس أهم حاجة نعرف كل حاجة عن المتحف. المتحف ده اتأسس سنة 1838، كان بتاع واحدة اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثة بتاعتها اللي هم أحفادها اتبرعوا بيه لوزارة الثقافة سنة 1957. لما اتبرعوا بيه لوزارة الثقافة سنة 1957. أنت عبيط في دماغك يا كابتن ولا إيه؟ تاريخ. تاريخ إيه؟ أنا مش عايز أعرف ده، أنا عايز أعرف كل حاجة عن المتحف، يعني عايز أعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لا مؤاخذة كام كاميرا معشية جوه المتحف. ودي أنا أعرفها إزاي بقى يا فلقوسة؟ فلحوسة. لا فلقوسة أحلى عليها. مش فارق. هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويلة حضرتك يعني مستنيكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه؟ يا بنت البسي سايحه اجنبيه.
انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واتشي كيميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقول لك يا معلمه هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا امور، انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري. احنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من انهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من الميه جوه النيل في البحر. يعني احنا نعمل نفسنا تماسيح طالعه من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح ايه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. انت طلعتي ذكيه على فكره. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا. دلوقتي احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفاكي متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعقه. بصي يا ابله احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجوري في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين. احمد واسماعيل. مكان يا فين بقى الست الهانم؟ معلمة من حتة كده اتفاجئت. لا انا متخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه؟ ليه سلام عليكم وماشية؟ انا جاية لكم اهو. فتحي انا عايز اسألك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيرة لما قالوا لك ان انت هتبقي حرامية ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي، بتمشي في الشارع عادي؟ عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود، ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسه، مفقوسه جدا. دي مش اول مره تسرق، هي عارفه كويس هي بتعمل ايه. قولي له والنبي قولي له عشان بس ما فيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. ايوه يلا يا جماعه نسرق، ام سو اكسايتد، يلا بينا. يلا على المركب. يلا مركب ايه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعال يا ابني تعال. اوكي يبقى في حاجه ثانيه. نزلني تعال يا حاج. على مهلك. على مهلك على مهلك. كمان بين اللي تقع على وشك دي. شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ده في واحد في المركب. ايه ده اشمعنى دي عارفاه؟ استنى في واحد في المركب بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها تيب. ايوه خفيش يا امور خش. ايوه ها بس احنا كده وصلنا المقر، نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخش المتحف، تشدوا سكينة الكهرباء، تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخش عند العقد، تجيبوا العقد والجولي بس. وانت بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات، اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكم نروح سوا. وحياه امك جرايبله في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في ايه يا عم عزت العلايلي؟ هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده انتوا شكلكم ولاد حلال، وانا حبيتكم يعني زي اخواتي واتسمت فيكم الخير. فبص انا هجيلكم على الدغري واحكي لكم بصراحه، انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده؟ هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترام انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقول لك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا. انت قابضه فلوس وانت اللي هتخشي تسرقي العقد. خلاص يا شريهان،
لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضة. سيد عضمة whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. انتوا هتقرفونا كل شوية صباح صباح، الشغلانة المنيلة اللي انا غرست نفسي فيها دي. خلصونا يا جدعان هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشريهان. يعني ايه؟ البنات تدخل تعمل المهمة وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد؟ فين البنت المهندسة والمحامية؟ اهي بقت حرامية. مش هرد عليك. معلش المره دي هتبقى لدرجيه. يلا بقى انا مش عارف ازاي اطوعك واطلع اسرق انا دلوقتي. سيف كفايه دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير ده، خد عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. نطلع نستناهم بره في الهوا. بقول لك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. I guess حاجة عيب. تجري تجري يا فتحي، انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايف البوزيتيفيتي اللي طالعة من النيل؟ الجو تحفة. شمنتي البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غشلقته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. طب والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهه نظر يا نيلي، اول مره تقولي حاجه صح. تعالوا فتحتوا. يا للغباوة دي، انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا الله يخرب بيتكم. تعالوا تعال انت. ايه؟ روح من هنا هتلاقي سكينة الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلمة. وانت تعال. اجي في ايه؟ خلص يا فتحي. يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. اه هو ده. بس على مهلك بقى. باسطة هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. يا رب ما تكهربش والنبي. استني صحيح، ايه ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور؟ ايه يا عم السيميليتور ده، احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور اللي هو الجنريتور ده اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. اه انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس، وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه، اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استسف، هو حضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي، انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟ ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه؟ يا عم خلص بقى، انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه خلاص انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هات تعالى في ايدك ده. خدي. ما قلت لك الانذار هيشتغل، قلت لك الانذار هيشتغل. اهو ضرب. العيال اتمسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا. يلا. لا لا يا نيلي مش هينفع نهرب ونسيبهم، انا عايزه العقد برضه. وجهه نظر. اول مره تقولي حاجه صح يا شريهان. امسك نفسك امسك نفسك. طلع انت احرقني يا هاني مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني
هاني انا مش قادر. واضح انها النهاية. لا نهاية ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق هاني. انا المشاهد دي بتأثر فيا قوي بس مفيش وقت. يلا نقطوا يلا يا اخويا عدي ما تستموتلناش. تعالى اسند عليا اسند عليا. بيعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي ايه ده؟ دي طلعت غاويطه قوي. اه امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بطه؟ لا بقول لك ايه؟ شجع كده ونطي قفزه الثقل. يلا يا حرام المايه دي واسعه قوي عليهم. تعالوا يا تعالوا مش عارف سمعت كلام كوني انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصيه. يا جماعه انا بنزف جامد قوي محتاج نقل دم في فصيله دم نادره انا كده اموت. خلاص بقى يا سيف شكلها حاجه بسيطه يعني مش هتموت ولا حاجه بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعه؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاصه نزلت في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفه يا اختي يعني ايه فوش. يعني فالسو يعني اي كلام يعني مضروب يعني طلع فتش. وات ذا فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك في ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب. انا مش رايح لوحدي كلكم هتقعوا معايا وهجرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن اهدى على نفسك كده وبلاش افوار عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني. انا بنزف يا هاني. سلام يا عم ابراهيم خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد ده سمع كل حاجه ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. معلش في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه ما تطوليش بقى فيها. نور في ايه؟ هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. ايه ده؟ ايه ده؟ معلش في ايه؟ مين دول؟ انت يا عم يا اللي منور العالي ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه ما تطوليش بقى فيها. نور لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري؟ مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه سيبك من التيل خليك تقيل المهم العقد. خلاص خلاص. ايه يا بنات؟ انا مش سامع مؤاخذه قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي ولا لازم اقرص لكم ودنكم؟ ولا انا اتكلم ولا حاجه انت لم تنادي. الله 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 ده الموضوع عقلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاكي يا فتحي. استنى عشان ما تتوهيش. خد انا تعالى هنا. ايوه تعالى. ايه ده هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض. ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ ها؟
العقد اللي مؤاخذه سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجه، احنا كنا بنتعشى. والله وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه، احنا في منطقه لبش والحكومه دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظه. فخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرز بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه ابو الدهب بيه. الوقت احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافية. ايوه ناخد العقد بالعافية. اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفوخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني. هو انا واقف على العربية بأم؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول؟ اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده انت بتعمل ايه؟ وقعوا الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات منه العقد يا ضحى. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد ابو الدهبي. طب يا بنات المؤاخذه انا كانت مشكلتي مش معاكم انتم، المؤاخذه كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وانا خلاص حط حقي. بالسلامه انتم. يلا ضحى اتفضل ابو الدهبي. أحسن يا موزي. سلام. أحسن بتبلع العقد. تفكر نفسك اسماعيل ياسين. ايوه يا عم بيبلعوا الحاجات. انت كويس؟ شفت حاجة كده؟ شوف. لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا انكل عم ذهب العقد فقش اصلا. اوكي ما تجمد بقى يا عم سيف. في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابين كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني. ايوه. خد الجواب ده اديه لبابا وماما في السعوديه. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمه باينه، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام. هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب امي الغاليه اصيل ابكي انزف واموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود، انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، انت اللي خليتنا نعمل كده. انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا هاني. انت حرامي وده مصير كل خالي. روح. انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتناكب فيه ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوي، انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ده يا خالتي هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه وعندي كمان الطقم. انت كمان خريجه التمريض؟ لا كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عافية. طب يا فالح هات السكينه دي من جنب. هتجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ متخافش شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في المايه صح؟ وانا متبت شن؟ ايه الفيلم الانجي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا كولونيا بتحرق من شطشط لي الجرح. معلش يا سيف استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراكي. نيلي خليكي جنبي ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه؟ هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عيني. غمض. يلا نعد 1 2 ايه يا واد في ايه
سرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين كذابه، عشان قلت لها تعدوا 1 2 3 عديت 1 2 بس ورشيتوا. انت خمامه يا خالتي صباح خمامه. يعني لو كنا عدينا لثلاثه ما كانتش هتحرقك. يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك سلامتك سيف، وريني الجرح كده. دي الكذبه. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي مشتشته قوي. انا مش قصدي على الطلقه يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقه، صديقه وبساعدك. انت بتسرح بيا يا ولا، فاكرني تلميذه بتشتغلني؟ خدت رصاصه في كتفك عشان صديقه؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجه يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقول لك ايه، خالد صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب ما دام انت كده بقى انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصه. قولي. البت نيلي دي قويه ومستقويه ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي، عامله زي الفرسه الجامحه وعايزه الخيال اللي يحكمها. ايوه يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزله السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذه كده. لا مؤاخذه ايه؟ خالد صباح لا مؤاخذه، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى لا مؤاخذه، اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شويه. خالد صباح دي طلعت صيعه صيعه. ايه شريهان انت لسه متضايقه؟ ولا متضايقه ولا حاجه، هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمه كده؟ بقولك كل حاجه راحت يا نيلي. مفيش حاجه راحت. ازاي يعني؟ انا عارفه انا بقولك ايه، مفيش حاجه راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزه اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتيلي كوز ميه عشان الشطافه ضعيفه ومش طايله. لا يا هاني مكسله، قوم بل منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطه جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس قرف يا حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو يمسح بيها وشه؟ بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكون شيء بدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. هذا اللي مجنني، ان احنا عارفين العقد فالصو، بيسرقوه ليه؟ صحيح. انت ما فيش وراك غير صحيح صحيح. اخرس خالص، مش عايز اسمع صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو، ايوه نيلي، عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع، تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه الوقت متاخر؟ صحيح. طيب بكره فين؟ في المرسم. ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذه الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب، نعم، عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شويه معلومات واللغز،
حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد، فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده، بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحى. اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفوقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش، بس استنى اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير، قالت له ماشي، وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش، ووصل الراجل تاني. الراجل: انا جاهز يا جده بطه، احضرت النقود معي. الجدة بطة: وأنا لا أجد ما أقول لك، لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل: أوه إنها خسارة كبيرة، لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينا، ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطة: أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. آه يا بنت، ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالسو. مغزى ختم فالسو ازاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاحي. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفالسو له ختم برضه يا حمار. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلا؟ زاد ب، بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني ها بالاختصار. صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح، وكان في عربيات ليها ارقام. حمار انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه يضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري. بربورك صابون بالموليف. يكونش صندوق بيره. سمك بوري. لا يا جماعه استنوا استنوا، انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. اه صحيح، صاد ب طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى، ما خلاص هرسينا صندوق بريد. انا قلت اكتئب. لا ما تكتئبش يا جماعه. يا جماعه صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير، عارفه؟ اه شيريهان يو لوك فيري ستوبيد. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك منها يا عم دهب، دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ اه اه شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اقرب لك. ايه اصيل يا عم دهب، هاتي هنا التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكونش سكر بر. بر ايه؟ ما خلاص يا ابني انا قلت اكتئب. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا. السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بطرق. عشان نلف وندور على بعض، احنا عندنا شويه معلومات واللغز، حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد، فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده، بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه.
طب مؤاخذة يعني أنا إيه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجلة ونشك إيه الموضوع؟ أنتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لأ نشك يعني نشوف إيه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحي. اتفضل يا مالك. أول حاجة لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف إنه فوقش أصلاً؟ مفيش أي حاجة في الستوري ليها علاقة بالعقد وفوقش عقش والجدة بطة إحنا ما خدناش بالنا منها؟ هو مفيش بس استني اما اتاكد بس اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير قالت له ماشي وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش ووصل الراجل تاني الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي الجده بطه وانا لا اجد ما اقول لك لقد ضاع العقد فجاه ولم اجده الرجل أوه إنها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينا ماذا أعطيها الآن فلة وياسمينة الجدة بطة أنا في قمة الخجل ولا أعرف العقد محفور عليه حروف وأرقام يا بنت ما هدي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالسو مغزى ختم فالسو إزاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاحي أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفلس له ختم برضه يا حمار لا اخلص خالص طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد ب بس مش عارفة أقرأ الأرقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين وريني طيب الاختصار زاد إيه؟ صاد يا بنتي صاد صاد به 717 أيوة يا جماعة صاد به ده اختصار لإيه؟ يكونش 717 دي صاد به 717 ده نمرة العربية بتاع جدكم زمان ما كانش فيه حروف وأرقام في نمر العربيات صحيح وكان فيه عربيات لها أرقام حمار أنت أنا قلت حاجة مش أنت قايل كده امبارح اخلص أنت خلاص Why don't you fire him؟ ليه؟ اضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف يكونش صندوق بيرة سمك بوري لا يا جماعة استنوا استنوا انتوا بتهروا في ايه صاد به اختصار صندوق بريد صحيح صاد به طول عمره صندوق بريد يكونش صوصن بدر ما تخلص بقى مع خلاص عرسينا صندوق بريد انا قلت اكتئد لا ما تكتئدش يا جماعة يا جماعة صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير عارفوا شريهين You look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ صحيح. سيبك من عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شرط. ما تاخدي التليفون بنت عمك اقرب لك ايه؟ اصيل يا عم دهب. هاتي هنا لي التليفون حركات رخيصة قوي خد يا بنتي ألو السلام عليكم أيوة لو سمحتي عايز أعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكونش سكر بر بر إيه ما خلاص يا ابني أنا قلت كتير ما تكتئدش قول لي صندوق بريد وارسلي عليه خلاص فين؟ مكتب بريد الحماية الجديدة شكرا السلام عليكم مكتب بريد الحلمية الجديدة بتهزري هو الحلمية ده مكان بجد مش بس في المسلسل طب تتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل مسلسل ايه بس يا بنت خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين يكونش صافي نار بترقص السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا حاج عايزين نفتح صندوق بريد 717 717 717 ايوه صح مظبوط عندنا انا عارفه انه عندكم احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه راحت فين كوبايه الشاي راحت فين اتفضل يا حاج الشاي متشكر العتب على النظر طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717 هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول ده صندوق خاص يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج ايوه يعني باسم مين فيكم باسم مكاوي ابو الخير وحضرتك بقى مكاوي ابو الخير حضرتك ايه يا حاج انت مش سامع صوتي انا انثى يا حاج لا مؤاخذه يا بنتي العتب على النظر
هو فين بقى الاستاذ مكاوي؟ الاستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه، ودول احفاده. ايوه، وحضرتك بقى مين؟ انا حرم المرحوم، انا جدتهم. معاكوا اعلام وراثه؟ لا، معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم اعلام وراثه. اعلام وراثه ايه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي. نيلي وشريهان احفاد مكاوي. انت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ ايوه نيلي. والله العظيم من ساعه ما دخلوا عليا وانا عمال اسبح عليهم واقول انا شفتهم في نيلي وشريهان. لا مش ممكن، مش ممكن. بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك، هو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي؟ نيلي وشريهان وجولك اهو مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه والدنيا بطايق واثبات شخصيه. ده كلام بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. هيا هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا ده انا افتح لكم الدنيا كلها، صندوق بس. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم؟ طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه والاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا، ما انت فاهم ايه؟ طبعاً لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. مش هينفع يا عم، نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، وحد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي. يلا يا نيلي، يلا يا شريهان. حاجتكم بتاعت زمان دي. اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانة نيلي. أسفة أستاذة شرهان. سيادتك أم العريس. طبعا 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 أم العريس، أم العريس. سك 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 على الموضوع. لو لو قول هاخدك فوق. سك بو عك تعك ما زو كش فكرك ممنوع تقول ممنوع. ناو صوت على الموضوع. ودي واحد اتنين تلاتة بقى. بارارام بام بيريم بارا بام بام بارام بارا بام بام بيريم بارا بيريم باريري با بار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 
ايه الجمال ده، ايه العظمه دي كلها بصراحه. والله 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 انتوا انستونا. امال ايه انستونا؟ امال ايه انستونا؟ اتفضلوا 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 يا جماعه، منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها. تعالى تعالى انت. شكريه تفكر انت على الله. بالمناسبه الجميله دي بقى يعني نسمع حاجه كده. لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هم تعبانين دلوقتي، انا بعدين هاجي لك على رواقه كده واجيب لك عم محمود شكوك. بجد والله ده وعد؟ وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. الف سلام. سلام سلام. ستاند راح فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717 ايه يا بنت في ايه؟ بقالك ساعة ما قعدانا جنبك ومتنحة في البتاعة دي، ما تقولي لنا حاجة. ما حضرتك أنا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو ما فيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي إحنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب، يعني إيه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك انا كمان مش فاهمه، ما هو ده اللي بقوله من الصبح. لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت. طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده، فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك. ده اللي هو عند مين؟ الساعه كام يعني؟ المؤاخذه المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصول. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. Thank you.
افتكرت حاجه مهمه قوي. ممكن تديني المجله ثانيه؟ ثانيه بليز. حاجه مهمه جدا. فهمتي حاجه؟ لا ما فهمتش برضه. طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكم وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسكم قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم. اوكي ثانك يو. باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ده الراجل ده حويت قوي من ساعه ما حط مناخيره في الموضوع، وهو عامل زي القراده مش هيطلع الا بالدم. سيبك منه. سيبني منه ازاي بس؟ ده معاه المجله واحنا معانا المتاهه. متاهه؟ معانا المتاهه ازاي يعني؟ فاكره لما قلت له هات هات المجله بسرعه عايزه اشوف حاجه؟ فاكره. خدت المجله وعملت نفسي كاني بفكر في حاجه ورحت صورتها. برافو. وريني يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش. ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. خبية. هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه أي حاجة. ماشي يلا. ازاي عملت كده؟ عاملي بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي. بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. وانا ما قلتش افهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني دلوقتي. الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله، ما تسالوا محظوظ. محظوظ مين؟ معروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بيندهله ويقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ. طب ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي؟ بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. وانا ما قلتش افهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني دلوقتي. الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله، ما تسالوا محظوظ. محظوظ مين؟ معروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بيندهله ويقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ. طب هو ازاي عم دهب ما عملش اللينك ده؟ ما فهمش انه محظوظ اللي في الستوري ده هو محفوظ. اصل عمك دهب كان بعيد قوي 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 عن محفوظ، ما كانوش يعرفوا بعض، في تباعد يعني. اوكي. طب معلش بقى، ليه حضرتك بتحب تتعبنا؟ يعني ليه مش بتقول على طول؟ الله، اساليني سؤال مباشر اجاوبك اجابه مباشره. طب اسالك سؤال مباشر؟ اتفضلي. تعرف فين بيت محفوظ؟ طبعا. يا سلام، كان هنا بيت جميل واسع 14 بلكونه واتنين برجوله كبار، وكان ايه صراحه كان ممتع نفسه، يحط الشاي براد كبير قوي في بلكونه، والكيك كده جبل محطوط الناحيه دي، والسكر الناحيه الثانيه، ياخد شفطه سفه اتنين تلاته يبقحهم كده. وهو ليه كان منطور كده يا عم بندق؟ ما كان يحط كله في صينيه واحده ويدفع ويخلصنا. انا كان عايش في براح. محفوظ كان صاحب مزاج قوي 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 قوي،
يا سلام عليك يا محفوظ، 54 حتة كلهم مرة واحدة توك 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 توك. والشاي وراه شاي ايه وبتاع ايه؟ حرام عليك، دي دار الأوبرا مبنية من الثمانينات. صح كلامك مظبوط، البنت دي فاهمة ومذاكرة كويس قوي قوي قوي. هم لما جم بنوا الأوبرا بقى اشتروا البيت بتاع محفوظ، وبنوا الأوبرا، محفوظ خد الفلوس وطلع على الغردقة، بنى بيت هناك وعمل بيزنس واستقر من ساعتها. طب ليه حضرتك بتعمل فينا كده؟ حرام عليك، انا هعيط وحياة ربنا، احنا زي ولادك. انا غلطت في ايه؟ الله، انتوا قلتوا عاوزين مكان بيت محفوظ، جبت لكم مكان بيت محفوظ. ده مش بيت، ده دار الاوبرا. اهدي اهدي يا نيلي، بس عشان ما يجيلكيش جلطه. اهدي عم بندق. نعم. انت عارف هو ساكن فين في الغردقه ولا لا؟ على اللسان. هو كان تملي غاوي يقول لك انا عاوز اسكن على اللسان. هو قلت لي اعمل بيت هناك وسكن على اللسان وعمل بيزنس، وبعد كده روحوا اسالوا هناك يا اولاد، دي الغردقه كلها ايه يعني، شارعين تسالوا فيهم. شارعين ايه يا عم بندق، دي مدينه كبيره. لا جاي النبي، يعني اتعمرت قوي كده، الدنيا بتتغير. خلاص يا عم بندق، شكرا، انا هتصرفي شارعين. هتتصرفي تعملي ايه؟ هتمشي بعربيه نص نقل تقولي فين محفوظ؟ لا، اعرف واحد عايش هناك هيساعدنا. مين ده؟ اسمه مو، ماي اكس. ومستر اكس ده يعني عمدة الغردقة؟ لا، واحد عايش هناك عادي بس يعرف كل حاجة هناك. لما تلاقوه بقى سلموه له المحفوظ. شريهين، يلا يا شريهين. انتي لسه ما جهزتيش؟ سيف مستنينا تحت. ما انا جهزت اهو. فين حاجتك اللي هتسافري بيها؟ ما هي يا بنتي. ما عندكيش شنطة سفر؟ لا، عندي الشنطة بتاعت المدرسة، هاندي باك حلوة كده، بس لقيتها مش مستاهلة يعني. وريني الكيس اللي في ايدك ده. فرن تسيبة من الفينو للجاتو. انت عمرك ما رحتي الغردقة دي قبل كده؟ لا طبعا، رحتها كتير. مش دي اللي بعد شاطئ البترول اللي في فايد؟ انا كنت متأكدة انك هتفضحيني. بس يا نيلي بقى، عشان انا بصراحة قلقانة وخايفة من الراجل اللي اسمه عم دهب ده، لو عرف ان احنا قرطسناه خرابي هيبهدلنا، ده راجل شراني ونابو ازرق. نابو ازرق؟ ما خدتش بالي، ما بيغسلش سنانه يعني؟ بلاش غباء يا نيلي، انا اقصد يعني ايده طايله. شريهين، انا مش بفهم الكلام بتاعكوا ده، حبيبتي كلميني عادي. ماشي، شرير يعني، شرير يعني باد جاي. لا، باد جاي على نفسه، المهم نوصل الفلوس قبله. انا خلاص لميت حاجتي، ادخل بس اعمل لكم شويه سندوتشات عشان الطريق. سندوتشات ايه يا خالتي؟ يا بنت السكه طويله، ناخد معانا شويه سندوتشات علشان نتوتد بيهم نتسلى. هي الغردقه دي يا نيلي مش بعد شاطئ البترول اللي عند فايد؟ اولا مفيش حاجه في الغردقه اسمها شاطئ البترول، تاني حاجه انت جايه معانا ليه اصلا؟ بقالي 12 سنه بحالهم ما صيفتش، نفسي صيف، نفسي بقى اقعد على الشط كده وادلدل رجلي في الميه المالحه واتسمس. هي دي فكرتك عن المصيف؟ طب ما تدخلي تجيبي تشت وتحطي فيه ميه وملح وتحطي رجلك فيها. خالتي احنا مش رايحين نصيف يا خالتي، وبعدين مالكيش مكان في العربيه. ليه يا اختي؟ ما هو سيف ونيلي قاعدين قدام، وانا وانتي والمتنيل هاني نقعد ورا. طب وماما ميمي؟ هنسيبها عند مشمش بتاع السوبر ماركت، بيفضل فاتح 24 ساعه، والعيال اللي عنده ولاد حلال يعني هياخدوا بالهم منها. اهو بقى يدوها حته جبنه رومي، شندوتش لانشون، حته جبنه اسطنبولي كده وزيتونه خضراء، باكو حلاوه، هيظبطوها يعني. لا طبعا، انا مش هينفع اسيب ماما ميمي، وانتي اصلا مش هينفع اخدك معايا عند مو. انتوا كلكم مش هينفع اوريكوا لاصحابي، بالذات انتي بالكيس البلاستيك اللي انتي ماسكاه في ايدك ده. انتوا ممكن تفضحوني فضحة المتظاهر والطلوع على المعاش. متطهر whatever. وسيمو بتاعك ده يطلع ايه يعني عشان هنفتحك قدام؟ الاكس بوي فريند بتاعي. قرايبكوا يعني؟ طب ومال، ما هو كده يبقى قريبنا احنا كمان. مش قريبها يا خالتي، الاكس ده يعني كانت ماشيه معاه. يا لهوي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الفل، يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو، ان شاء الله رحله ميمونه وهنحكي لاحفادنا عليها. عايزين تسيبوني انا السبوحه وتاخدوا معاكم لهبل الاراجوز ده؟ عجبي جرى يا خالتي،
هو انا يعني في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه؟ ما تعلي صوتك اكتر وتسيح لنا في العماره، ولا اقول لك خد كلم عم دهبه اقول له انت الكلام ده بنفسك. انت شايفه شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نظيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد. بليز ما حدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنقل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري الكيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لسيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كربجيه، عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفته اللي انت ماسكها في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكوا في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايد يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكو ده، الغردقه لسه كتير جدا. ها يا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والترابنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها ترابنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها ترابنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصتوا فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربيه؟ اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايدي. لا لازم ترميها. ما هي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضو. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. ميه الكركتير؟ اه. يا جماعه العربيه دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما هو انت السبب، انت السبب عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف اولا ما تزعقش، تاني حاجه انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبه بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبه اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي ما بتنقرش بتنبر. Whatever. يا جماعه خلاص بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، احنا نوقف اي عربية دلوقتي توصلنا وعربية سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربية. في عربية جاية هناك يا وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش عم الحاجة عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقة. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقة، هاتهم وركبوا ورا يلا. سبحان الله يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربية؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكلة انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علميا احنا الاربعة لو ركبنا العربية دي مع الاسرة الجميلة المدورة دي العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي دي تسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف اللي احنا الاربعة ممكن نقعد على حجرك عادي بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاج كان نفسنا نتقلب معاكم بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله العربية ماشية زي الحلاوة، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. لا 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 مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني. مكتب كويس يا نيل. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه 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 يا مجنون. انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي.
لا بقى خلاص دي مش عجباني، اتفضل حضرتك باي باي. ايه ده ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر فجايبالي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه وانا اسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح زي ما ليها ليكي طبعا. امال ايه؟ ايوه عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي، اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله لو عربيه مريز. سيبها واحنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهجه يا خروف.